رح نروح لمحطة تانية. ورشا اليوم يعني هيك عنا مساحة من الأعمال اليدوية بصباحنا غير. أكيد اليوم مساحة إبداعية جميلة وقت نشوف هيك أعمال سلمى، يعني بتكبر القلب إنه نحن بعدنا برغم كل التطور رغم كل الأحداث اللي عم نعيشها، يوم في أشخاص بعضهم عم يحيوا ذكرى الأعمال التقليدية، الأعمال اليدوية السورية، يعني ما بين شغل النول ما بين الرسم على الزجاج. اليوم هذا المشروع جدا جميل، خلينا نقول هو مشروع صغير لصاحب المشروع، وأيضا عم يعلم أو عم يدرب صبايا وشباب ليدخلوا هذا المجال ولو بمردود جدا بسيط، ولكن هن اليوم عندهم اكتفاء ذاتي منهم. وبنفس الوقت نحن يعني غير الهدف المادي الهدف الاقتصادي، نحن اليوم عم نحيي هي الذكرى او عم نحيي هذا العمل كرمال انه يبقى للاجيال القادمه. يا سلمى صحيح فرح حاضره معنا اليوم حاضره بتذكر بس تذكري اسم حضركم صحيح رشا. وطبعا الاعمال اليدويه هي شيء تميزت فيه السيده السوريه، وخصوصا عبر سنوات الحرب شفنا كثير سيدات قدروا يدخلوا بمجال اعاده التدوير، وايضا ببعض المشاريع الصغيره جدا ومتناهيه الصغر اللي كان لها اثر بالمجتمع السوري، وهن حاضرين بكل البازارات وغيرها من المعارض يلي بنشوفهم فيها. طيب اليوم خلينا هيك ننتقل لضيفنا اليوم، اسمه مميز متفائلي فيها سوريا، يعني في اجمل من هذا الاسم. بدي ارحب فيكي واقول لك صباح الخير ست سوريا ابو حمده، اهلا وسهلا. اهلا فيكي صباح الخير. قد ايه بتنبسطي باسمك اول شيء؟ كثير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اول شيء نتعرف بدايه ايمت بلشتي بهذا المشروع؟ حضرتك ايضا مدرسه كمان بتدرسي وبتعملي دورات مع وزارة الثقافة، خلينا نتعرف عن مشروعك، ايمت بلشتي وشو اول شيء بلشتي فيه؟ نحن بلشنا بال 2012 مع اطفال المهجرين او الوافدين رح نسميهم نحن. فبلشنا بمشروع اعادة تدوير، يعني انه شلون بدي اقول لك نصنع كل شيء من اي شيء عندنا. علمناهم اكثر من شغله، شغل النول، البسط، بالخيش، السناره، رسم على الزجاج، وعلى الإيفا وتطريز. حلو. اليوم عم نشوف هيك قطع جدا جميلة على الطاولة، اليوم حتى رحتي لإعادة التدوير، اليوم كنتوا عم تركزوا على هي الفكرة بالسنوات الأخيرة، أنه اليوم نحن بحاجة لأي قطعة موجودة عندنا بالمنزل، قادرين نحن نصنع منها شيء حلو. خلينا نشوف القطعة اللي معك سلمى، يعني يب. اليوم هاي شو يعني؟ هاي مفرش طاولة. مفرش طاولة. شو الأدوات اللي بنشتغلي فيها؟ هي الخيش، وأي عنا أي خيط تطريز، والكلفة عادية، يعني بتكون يعني أحيانا على تياب، عرفت شلون؟ بنشيلها ونحن بنرجع بنلزقها على القطعة اللي عنا. مستفيد منها يعني؟ مستفيد منها. أيضا اليوم كمان هذا كمان خيط خيش عملناه بالسنارة مثل المفرش كمان، نستفيد منه بهيك شغلات. هلا هذا موجود يعني معروف، هذا بتلاقيه موجود ببيوت السوريين بشكل كتير كبير او بنسبه كتير كبيره، يمكن هذا هو قطعه من الماضي الجميل يعني. البساط عندك سلمى؟ عندي شيء بيشبهه بس من غير خامه. انا عندي الخامة بس الخامه شو اللي مستخدمه فيها هي؟ عادي اي قماش. اي قماش هي القماشه شو؟ قماش عاديه عندنا كانت من ثياب قديمه فنحن قصناها وعملتوا منها شرايط وخيطناها مع بعضهم وعملناها هيك. هي نول؟ نول خشبي. ايه نول خشبي. ايه. يعني اليوم هي فينا نقول نول بس هي إعادة تدوير. أيوه. يعني قطع نحن ما لنا بحاجتها. نعم. بالبيت. وهي القطعة الثانية نفس الشيء بس القماش بيختلف حسب الموجود من الملمس بيبين. أيوه. من الملمس انه أيوه. مختلفة. هي طريقة مثل ما بيقولوا الحياكة او الخياطة هي اللي بتعطيها هذا أكيد. هذا الشكل او هي الجمالية المعينة. وسهل كثير على فكرة، والاطفال كثير حبوها وتعلموها. بلشوا في اطفال يتعلموا. أيوه. هذا الشيء سهلة؟ سهلة. ايه خرج نتعلم يعني. أيوه. في امل مشان نلاقي شيء مورد. لا مو مالي اضافي، بحب مشروع صغير بس انا يعني انا بدها خلق طويل، بدها بال طويل، بدها انك تغلطي مثلا ترجعي تعيدي بمهاره يعني. لا بنفك بنسحب الشيط غير بس الشكل كله ما بعرف. لا بس نسحب الشيط وبنرجع من عادي، لو غلطوا اول مره وثاني مره فبيتعلموا. التصحيح تعلم. موجود. ايه التصحيح موجود اكيد. طيب خلينا نحكي اكثر هيك شوي عن الدورات اللي حضرتك تشتغلي فيها، اللي هي تسمى تحت اسم مهارات الحياه، وهي يمكن لفئات متنوعه، يمكن بتركزوا على الاطفال. نعم نحن عندنا يعني شلون بدي اقول لك من عمر الخمس سنين بيجوا على الرسم وهيك شغلات، وصل معنا للبكالوريا ولحتى في كبار شوي بس اكثر شيء للبكالوريا. تطريز علمناهم، في شباب تعلموا عندنا سناره الكروشيه، وفي شاب يعني
يعني مو بس سيدات واطفال، لا لا اطفال يعني حتى شباب يعني شباب ايه يعني شو اطفال اعمارهم؟ يعني صف ثامن 14 15 هيك كمان. وعلمناهم تطريز، رسم على الزجاج، مثل هيك كانت كاسه شو اسمه ملونه فكلها اشهرت، رجعنا هيك من عندنا الاستراس من عندنا لزقنا عليه عملنا له حلو منظر جميل. يعني اليوم منتجات فينا نقول عنها بسيطه ولكن ملفته، يعني ما فيك تمرقي عليها من دون ما تمسكي القطعه وتتفرجي عليها، وخاصه وقت بنسمع انه اليوم عم نشتغل اعاده تدوير، عم نشتغل نول ورسم على الزجاج. هذا العمل الجميل بحاجه اليوم لانتشار وبحاجه لتسويق. خلينا نحكي فكره التسويق، كيف تشتغلي عليها بعدين ننتقل لنحكي عن المعارض واهميتها. يعني التسويق انا والله عنت احيانا وهيك الجيران المدرسه، يعني شلون بقول لك بين انسه وانسه، فبقول لهم اشتغل هيك. هذا شو بتطلبوا اكثر شيء؟ اكثر شيء بالمعارض، يعني بالمعارض هاي رسم على الزجاج هون، هاي انت مراسمتيها؟ ايه رسمين الاطفال نحن وياهم وتعليم، بس بده دقه بس كثير سهل اكيد. يعني تشتهر كمان اي زجاج عندنا مكسور بناخذه بنظبطه ونشتغل عليه. تشتهر دمشق بهذا بهذا الشيء من خليني اقول الفنون اليدويه، الرسم على الزجاج، ايضا صناعه الزجاج. يعني ما كمان ما فينا ما ننكر انه من تقريبا السنه او السنه الماضيه تم ايضا توثيق صناعه الزجاج ضمن الصناعات والتراث اللامادي الثقافي في اليونسكو بعد ما تم توثيق الورده الشاميه. يعني هي خليني اقول مهارات يعني تتميز فيها دمشق وغيرها من المحافظات السورية. اليوم حضرتك موجودة بمعرض الزهور، هو كمان مساحة كبيرة لعدد من الصناعات اليدوية تكون مرافقة لهذا المعرض. خلينا نحكي شوي عن أهمية المشاركة بهيك معرض. والله كتير أنا حبيت، صار لي أكثر من سنة عم شارك فيه المعرض، وأطفال كتير عم يجوا بعلمهم أنا تعليم تعليم النول أكثر شيء يعني إسا، وفي رسم على الوجوه وفي رسم على الفخار ورسم عادي، هاي من ضمن وزارة الثقافة يعني. قد يعطاكم اليوم فرصة معرض الزهور؟ ونحن يعني أي حدا راح زار وشاف في تنوع كتير كبير للحرف السورية التقليدية اليدوية كتير، وعطى الأطفال أكثر ما يعطينا إلنا إنه مجال يتعلم على فكرة تعلموا هالشي. عم تعرضي هدول المنتجات ضمن المعرض؟ ايه بعرضهم وبعلم الاطفال، ماخذ النول هنيك وبشتغل انا وياهم. حلو. ايه اليوم بيجوا اطفال لعندي، منظر النول لحاله بلفتك سلمى توقفي تتفرجي، يعني كيف نلاقي الناس اليوم الاقبال شغف لهي القصص؟ فعلا كثير في اطفال عم يجوا وبيتعلموا معي شغل النور. حمستنا جد عن جد، وحمستنا نزورهم ونشوف. يمكن ننوه انه لكل يلي عم بيتابعنا، المعرض تم افتتاحه يوم الاربعاء ومستمر فتره من الوقت، وهو دائما هيك مثل ما بيقولوا فسحه من الجمال والطبيعه، وايضا هلا صار في فعاليات اخرى مو بس الزهور. خلينا نحكي اليوم بيكون موجود اشخاص من مختلف المحافظات ومن مختلف خليني اقول الصناعات والمهارات اللي موجوده، هذا التلاقي هيك بين الافكار يمكن بيصير في تشبيك، ممكن حدا يطلب منك شيء تشاركي بشيء بمحافظه من المحافظات، هل صار هالشيء سابقا؟ بشارك اذا حدا طلب مني. ايه بشارك ليش يعني وين في شو اسمه تعليم واستفاده الواحد بشارك ليش لا. كان لك تجارب ست سوريا يعني انه بمحافظات اخرى لا والله بمحافظات ثانيه لا، بس انه هون المراه الريفيه شاركت ومعرض الزهور ومره بالمعرض دمشق الدولي. حلو. يمكن مره عن مره عم يصير في موديلات اكثر، عم تشوفي شيء اكثر، اليوم ما بتخافي توقعي بفخ التكرار؟ اليوم يعني وقت اللي انت بيكون عندك نول عم تشتغلي وسيده اخرى او شاب اخر، يعني بجوز تتوارد نفس الفكره بين الموديل، يعني اليوم كيف تحاولي انك تبعدي عن موضوع التقليد وتعملي شيء خاص فيكي؟ يعني شلون بدي اقول لك انه هو هذا اعاده تدوير ومن التراث النول، فما بيك ما فيك انك تروحي تبعدي اكثر، يعني قديش صار له من زمان هو شغل النول واسعى نرجع كموديل، يعني ما بتحاولي انت تدخلي شيء جديد بدخل لك؟ ايه اكيد، مثل هيك هاي شنتاي عملناها انه الاطفال القماش اللي عندنا التالف، ايه قلت لي اياها هيك، القماش التالف عندنا يشتغلوا شنطه منه، مقلمه، اي شيء يعني مشان يستفيدوا منه بالحياه، بتعرفي كل شيء صار صح غالي وسويها بالالوان اصفر كثير كثير حلوه مميزه. يعني بما انك حكيتي عن فكره كثير مهمه، اليوم بظل هذا ارتفاع الاسعار والامور الاقتصاديه اللي صارت صعبه، اعاده التدوير ما عادت رفاهيه،
صح. صارت عند البعض، صارت هي مثل ما بيقولوا حاجة. اليوم نحن بحاجة، يمكن كثير شغلات كنا زمان نكبها، انه شو بدنا كركوبة ما بدنا اياها زيادة بالبيت، هلا لا، صارت السيدة تحاول، وخصوصا لما انتشر كمان ان كان بالاعلام او حتى بالسوشيال ميديا اعادة التدوير، صارت الناس تدور على افكار وترجع تستفيد منها. ابرز الشغلات اللي ممكن اليوم السيدة اذا فيك تطلعينا هيك انه هي تستفيد منها، ما تكبها، لانه ممكن مو بس الاقمشه، كمان اكيد في اشياء ثانيه، الثياب، الازرار اللي على الثياب مثلا، كل شيء، اكسسوارات، الاكسسوار كله باستخدام. اذا عندنا لوح زجاج مثلا كسر اي شيء دغري، من بس زجاج ولا فينا على اي شيء؟ على اي شيء، على اي شيء. انا شفت مره حدا راسم على المراي، على قطعه فخاره مكسوره، مرسم. رجع مره ثانيه عمل لها يعني مثل ما بيقولوا ديزاين ثاني او شكل ثاني على الفخار، على الزجاج، ايش بدي اقول لك، مثل هيك كمان السنارة، تطريز، مفرش، مفرش هيك على السنارة. هاد والله انا مو كثير طويله، فانت زي ابو ايمن يعطينا اياها هلا، بس يشيلوا اللقطه من، بس يشيلوا اللقطه من علينا لحتى نقدر. انا كثير طويله يعني، اعتراف. الوان الصيف الحلوه فضيلة. الوان الصيف الحلوه يعني. صحيح. يعني اليوم ست سوريا عندك ذوق عن جد باين واضح جميل، انت بانتقاء الالوان، هي على لون الكنبه. يا سلام، يا سلام، كثير حلو. هلا هدول بحطوهم على الطاولات، حتى هلا صارت في موضه، صار البعض مثلا يعمل مثل هي القطع، يحطها هيك على السفيات، على بغرفه القعده، على الكنبايات. احيانا صحيح اللي عنده اولاد صغار او شيء او شيء، فبتروح برافو يعني، انه هيك بتقوم بتغير مثل ما بيقولوا، بتغير ديكور الغرفه كلها، بتعمل لها اعاده احياء. طيب شو في افكار كمان حابه تشاركينا فيها؟ حرق على الخشب نحن اشتغلنا فيه كمان. شو يعني حرق على الخشب؟ اشرحي لنا اكثر، شو بتعملي؟ نحن الحرق على الخشب بنرسم رسمة على قطعه خشب وبنحرقها، عرفت شلون؟ بعدين بنلكرها وبتطلع معنا لوحه كثير حلوه. حلو. شو بيضيف للحرق اليوم؟ يعني شو يا ريتك جابتي لنا قطعه كنا شفناها بشكل. والله اللي... جابت المره الثانيه يا سلمى. لا، هي بدها ادوات وبدها واحد يكون محترف يعني. نحن الكاوي، بنستخدم الكاوي، وقطعه الخشب بتكون نحن رسمنا الرسمه اللي بدنا اياها نحن، وبنحرق فيها. نحن خلينا نجرب الشغلات البسيطه يعني، الشغلات انا لفت نظري الرسم الزجاج، يعني عم تقولي انه بيكون مكسور وقت الترميم، ما بيبين انه انت اليوم مرممه او حاطه لاصق او شيء؟ لا ما ببين. فرجيني سلمى شوي، انا بس لانه الصوره مرسومه من خلف الزجاج. بس انتبهي مشان ما تجرحي ايدك. هون بخينا نحن اخر شيء من بخ، اخر العمل من بخها بالاسود او اي لون ثاني. هلا هي اطرافها مكسوره مو مكسوره كلها؟ ايه، يعني بس اطراف بسيطه، الحواف اللي لحتى مكسورة. كانت مكسوره بشكل اكثر من هيك، نحن زبطناها عند تبع الزجاج واشتغلنا فيها، لحتى المراي كمان اشتغلنا فيها، انكسرت رجعنا حطينا لها اطار يعني من الازرار من اي شيء عندنا، ورجعنا رممناها من اول جديد، رجعت غير شكل. يعني في فن ياباني مشهور جدا اللي هو باعاده ترميم الاشياء. هلا دائما هي، خليني اقول، الصناعات او الحرف بيقولوا انه لها شيء فلسفي، شيء هيك داخلي روحي عند السيده او عند اللي بيشتغل فيها، مثل الفن الياباني اللي هو بيجمع بمية الذهب القطع، برمم انه ما يقول الانسان انه اذا هو انكسر مره معناته ما عاد يقدر يكمل حياته. نفس الشيء يمكن هي اعاده تدوير، ما يقول الشخص انه ما في شيء ممكن نعمله، لا بنقدر نعمل شيء. من هي الحاله نفسها، شو بتحبي تقولي يمكن اليوم لكل سيده عم بتشوفك او عم بتتابعك؟ قد ايه هذا الشغل اعطاكي بعد نفسي كمان؟ نعم، لكن انا بحب اقول لكل سيده وحتى للاطفال، انا كثير بحبهم يعني، انه هيك اي شيء عندهم لا يرموه، يصنعوا كل شيء من اي شيء عندهم. صحيح. ايه، فنحن نحتاج كل شيء عندنا لبيتنا. ايه هيك، حمالات، تطريز، هدول للمطبخ اليوم. يمكن في نقطه ايجابيه خلينا نقولها بصراحه، انه اي حدا بيجي ضيف بصباحنا غير، او نحن من الواقع الاقتصادي اللي عم نعيشه، دائما اصحاب الحرف المهنيه اللي بيشتغلوا بمختلف الاعمال بيعانوا من موضوع سعر المواد الاوليه انه غاليه، لهيك انه عم يضطروا يغلوا القطعه. اليوم انت معفيه يمكن نسبيا من هي القصه، كونه نحن عم نشتغل بقماش مكرر، عم نرجع نعيد تدويره. اليوم اسعار مناسبه لهذا العمل والجهد ست سوريا؟ نعم. هل اسعارك اليوم مناسبه؟ ايه مناسبه، لانه اغلب المواد اللي عندي كلها من البيت. من البيت.
يعني نحن كثير سعيدين كنا بوجودك معنا اكيد، ودائما كل ما بتكون معنا سيده من السيدات او صبيه مع مشروع بنتمنى اكيد التوفيق لك، وبنتمنى هاي المشاريع تزيد لانه هي اساس خليني اقول لبنيه المجتمع اليوم، انه نحن عم نذكر انه بنقدر نعمل شيء مهما كانت الظروف صعبه وقاسيه. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا ست سوريا، يومك حلو هيك، وناطرينك بموديلات جديده وبافكار جديده. اهلا وسهلا بحضرتك.